السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا في مجمع سكني مجمع فلل في منطقة كالكرمة في طرابزون. مجمع عبارة عن 20 فلة. اول ما نخش البوابات التركية المعروفة في تركيا كلها عالية الجودة والامان. نجي هنا على اليسار دولاب خاص بالأحذية والعبايات زي ما احنا شايفين، ما شاء الله مفصل تفصيل جاهز. وعندنا هنا دورة مياه خاصة وانتم كرامة. مقابلها مطبخ دوري بالمطبخ زي ما احنا شايفين راكبة وجاهزة، نورية جيدة وكواليتي فاخر ما شاء الله تبارك الله. بس ناقصها الأجهزة الكهربائية. مخرج من المطبخ إلى المنطقة هذه منطقة طاولة صفر، نقدر حقين طاولة الصفر نستمتع بأجواء خيالية من هنا على البحر. هذا البلكونة اطلالة على البحر، اطلالة بانورامية. المساحة اللي انتم شايفينها هذه كلها تابعة للفيلا. المنطقة هذه والمنطقة اللي تحتها كمان، يعني نقدر جزء من المساحة نبغى نحط فيها مسبح، نقدر نحط مسبح. نكمل التصوير. في مخرج في المنطقة هذه منطقة طاولة الصفرة إلى الصالة. مساحة الصالة ما شاء الله مساحة كبيرة وشكلها ما شاء الله في لمسات جدا رائعة. ورق جدران فاخر حاطة ليش؟ في الفيلا ككل عندنا الإنارات مخفية ليد. الفيلا كلها مزودة بتدفئة مركزية زي ما احنا عارفين. الفيلا صفر ما سكنت. إطلالة من الصالة أيضا على البحر. الفيلا والمجمع ككل مزودة بنظام كاميرات مراقبة ونظام سيكيورتي. الشيء اللي هنا شايفين هذا خصوصين مزود في الفيلا أنهم الأدوار كلها نقدر نطلعهم بالخصوصين، يعني شيء جدا فارق. ننزل الدور السفلي. أرضيات الدرج باركين زي ما احنا ملاحظين. الدور الأرضي في هنا غرفة اللي هو التدفئة وما التدفئة، المكان حق التدفئة. وعندنا هنا غرفة غسيل نحط الغسالة مثلا ودواليب خاصة بالغسيل. الغرفة هذه غرفة خدامة، نقدر نحسبها غرفة خدامة، لها حمام خاص فيها ومروش وكلوزت ومغسلة، نقدر نقول غرفة خدامة. وهنا أيضا صالة بالدور السفلي. في الصالة إيش اللي موجود؟ موجود عندنا هنا حمام خاص في الدور السفلي، وعندنا هنا غرفة صغيرة كمستودع نقدر نستخدمها كمستودع. عندنا المخرج من الدور السفلي، وعندنا مخرجين، مخرج من الأمام ومخرج من الجانب. عندنا المنطقة هذه نقدر نحط فيها جلسة رائقة جدا وحلوة ونستمتع بالمنظر اللي احنا شايفينه والمنظر الخلاب. المساحة دي كلها تابعة للفيلا، 1200 متر مربع. احنا حاليا في الدور الثالث.
زي ما احنا ملاحظين الارضيات هنا في المول كلها سيراميك. نيجي هنا على اليمين مفصلين دولاب خاص برضو ايضا، نقدر نستخدمه كغسيل او كاي استخدام احنا نرغبه. في هنا دورة مياه خاصة في الدور الثالث، مروش وكلوزت ومغسلة. بلكونة صغيرة مطلة على الجهة الخلفية للفلل. والتكلفة المركزية أيضا. نجي هنا على الغرفة الثانية والأسانسير كمان زي ما احنا ملاحظين. الغرفة الثانية هي برضو الدواليب راكبة وجاهزة. مخرج الغرفة الثانية لبلكونة الدور الثالث، شوف الإطلالة الرائعة من الدور الثالث، ما شاء الله تبارك الله، هدوء واستقلال وإطلالة على البحر ما شاء الله تبارك الله. نكمل تصوير الدور الثالث. نيجي هنا على النقطة الثالثة، نقطة النوم الرئيسية، مساحة كبيرة ما شاء الله. نقول هنا مكان السرير، وهنا يجي من الخلف جدار كامل دواليب، دولاب خاص بغرفة النوم الرئيسية زي ما احنا شايفين ما شاء الله تبارك الله، شيء فخم وراقي ما شاء الله. وفي دورة مياه خاصة بغرفة النوم الرئيسية، مغسلة ومروش وكلوزت، يعني حمام متكامل متكرر. نجي أخيراً على الدور الرابع. الدور الأخير والدور الرابع. يجي هنا على اليمين غرفة صغيرة مثلاً، نقدر نخليها غرفة نوم الأطفال، فيها دواليب، فيها مكتبة دواليب، كل الغرف مزودة بدواليب ما شاء الله. غرفة صغيرة نقدر نستخدمها غرفة أطفال، مخزن، هنا غرفة ثانية، يعني في الدور الأخير غرفتين، نقدر نخليها غرفة أطفال أو حسب رغبتنا. في أيضا هنا في الدور الرابع بلكونة كبيرة. ولا أروع من الدور الرابع ما شاء الله تبارك الله. المسافة من الموقع إلى الشارع العام تقريبا 5 دقائق. الموقع يعتبر كالكلمة، منطقة حيوية جدا مزودة بالخدمات كلها من مطاعم وسوبر ماركتات وكل الخدمات اللي نبغاها. المواصلات جدا قريبة من هنا مع الشارع العام المواصلات، وفي سوبر ماركت قريب من الموقع ورا البناية اللي بتنبني هذه، في سوبر ماركت قريب جدا من الموقع، يعني نقول المجمع مزود بكل الخدمات ونظام كاميرات مراقبة وسكيورتي وفيلا متكاملة مؤثثة جاهزة. الفيلا هذه مؤسسينها او مشطبينها بتشطيب ككل. الفلة الثانية اذا نبغاها نقدر ناخذها من غير تشطيب ونشطبها على مزاجها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.